السلام عليكم. آخر طلبات نتاع الكاف للجزائر هو تغطية مضمار تاع لعب القوى أثناء المقابلات نتاع الشان، وهذا ما لبته الجزائر، حيث أنه الآن بدأت عملية تغطية هذا المساحة نتاع المضمار نتاع لعب القوى في ملعب قسنطينة وملعب عنابة، وأنا شاهدت الصور، وكذلك في ملعب وهران، يعني كل الملاعب اللي فيها مضمار تاع لعب القوى. وللعلم أنه الكاف سوف تدفع أموال كبيرة للجزائر ناظرة يعني تنظيم الشان. إذا وهذا بعض الناس غير ما لا بالهمش به، إذا نأكد أن الجزائر سوف تتلقى يعني نظير كل هذه المجهودات وكل هذه الأشغال التي قامت بها لتنظيم المنافسة، لأنه فيه يعني فيه ميزانية، ميزانية مخصصة لتنظيم هذه التظاهرات من طرف الكاف. نكتفي بهذا القدر، السلام عليكم.